كثيرون هم الصحفيون العراقيون الذين جرى اغتيالهم بعد عام 2003، لكن هذه الجرائم لم يتم التوصل بعد إلى مرتكبيها، ما هو استثنائي كان في البصرة، حيث كشف الشرطة عن اعتقال منفذ عملية قتل الصحفي والضاح الحمداني الذي سقط ضحية إطلاق نار عشوائي خلال تشييع شيخ عشيرة الغانم قبل عدة أشهر. احنا كانت عندنا صورة بأنه هو القاتل من ضمن المشيعين، ولأسباب ربما عشائرية ربما أسباب اجتماعية أخرى، فريق العمل بدأ يتابع الجاني إلى أن وصل إلى هذا الجاني، وبعد ما ألقى القبض عليه وخلال التحقيق احترف مبدئيا وقضائيا بأنه هو اللي قام بجريمة قتل الصحفي لقناة بغداد. وضاح الحمداني يعد أول صحفيين تتوصل قوات الشرطة لقاتله، فما زال هناك آخرون لا يعرف من المتورط بتصفيتهم جسديا، فملفاتهم يلفها الغموض رغم مضي عدة سنوات على حوادث اغتيالهم بحسب ذوي الضحايا. بصراحة القضايا الصحفيين، اغتيالات الصحفيين لا تزال مركونة، يعني مجرد حتى أكو أرقام، يعني أحكيها بصراحة من خلال عدة مراجعات، حتى رقم الملف أشوف أنه يجهل يضيع أو يتغير رقم الملف. كذوي ضحية يعني شقيق صحفي اغتيل، راجعت أكثر من مرة الأجهزة الأمنية التحقيقات الجنائية، حقيقة أقولها اليوم بصراحة، يعني أحد المنتسبين حكاها بصراحة، يعني قال لي إذا يحال هذا الملف إلى بغداد يكون أفضل. ليش؟ وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 360 صحفياً قتلوا في العراق منذ عام 2003 حتى اليوم، نصيب البصرة منهم 5 إعلاميين، ما يؤشر على أن الإفلات من العقاب قد يشجع على استهداف العاملين في السلطة الرابعة. أنا أنظر إلى ملف قتل الصحفيين يعني ما يتعلق بالتحقيق غموض إلى درجة أنه لم يكشف عن أي جريمة قتل، لا عن الجهة التي يعني تعمدت القتل أو إلى أين تنتمي أو أجندة أو دوافع القتل الذي تعرضت له الأسرة الصحفية البصرية. ليس كشف قتلة الصحفيين ما يطالب به العاملون في مهنة المتاعب فقط، وإنما بتوفير بيئة آمنة لهم والحد من المضايقات التي يتعرضون إليها من بعض العناصر الأمنية أثناء التغطية الإخبارية الميدانية. أحياناً يكون المنع بصيغة ضرب، أحياناً بصيغة غلط، أحياناً خصوصاً اللي جاي نلاقي هاي الحالات بالانفجارات. إحنا نقول لكم حرية صحفية، بس هي ماكو حرية صحفية، لأن الصحفي وين ما يروح مقيد، وين يطب الدائرة مقيد، يمشي بالشارع مقيد، ما يقدر ينقل خبر، يخاف ينقل الخبر، خاف لا تجي مشكلة أو تجي تهديد. أوضاع الصحفيين العراقيين لا تبدو جيدة في ظل استمرار الانتهاكات التي تعرقل عملهم، رغم وجود قانون يفترض أنه يوفر الحماية لهم، لكن القانون بقي مجرد عنوان، هذا ما يقوله البعض. من محافظة البصرة سعد قصي، الحرة.